بكم. اليوم تطغى الرياضة على السوشيال ميديا العربية، لكن يبقى الفن دائما موحدا للشعوب، على الأقل هذا ما أكده الفنان القطري علي عبد الستار. ومن صفحات السوشيال ميديا أيضا توصلنا لصاحبة أشهر صوت في الإعلانات المصرية، من هي؟ تابعونا لتعرفوا في شيء. بين الحين والآخر ينتشر ترند على السوشيال ميديا يوقظ فينا الحنين للماضي، لزمن الطفولة والمراهقة، يذكرنا بأغاني، رسوم متحركة، ربما موضة ملابس معينة، كلمات محددة، بما فيها أيضا الدعايات التلفزيونية التي كانت منتشرة في الماضي وأثرت فينا. سؤالنا لكم اليوم يقول: لماذا إعلانات التلفاز القديمة ما زالت محفورة في ذاكرتنا حتى الآن؟ شارك برأيك معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم أو التي عرفتموها كالعادة. ما رأيكم أن نرى ماذا تصدر تويتر بالوطن العربي اليوم؟ البداية من مصر وعلى هاشتاغ روسيا حلم 18، روسيا 18 حلم 90 مليون، بعد أن حقق الفراعنة فوزا شاقا على نظيره الأوغندي أمس لتضع مصر قدما في كأس العالم بروسيا. أما في السعودية سيطر هاشتاغ السعودية تتأهل لمونديال موسكو في المملكة العربية السعودية بعد فوز فريقها على نظيره الياباني أمس، وضمن الفريق الأخضر التأهل لكأس العالم بروسيا 2018. إلى الإمارات المتحدة وتصدر هاشتاغ لوفر أبوظبي بمناسبة قرب افتتاح هذا المتحف مطلع نوفمبر المقبل بالتعاون مع فرنسا، والذي تقدم فيه الإمارات نفسها كعاصمة للحضارة والفن الإنساني الراقي. أخيراً ومن الكويت كان اهتمام المغردين على هاشتاغ الروهينجا الإبادة الصامتة بعد انتشار أعمال العنف والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات ميانمار بحق أقلية الروهينجا المسلمة. بالأمس شهد الوطن العربي أكثر من حدث كروي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، أولهما فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني بهدف واحد وحجز مقعده بالبطولة، ويعتبر هذا التأهل غال على المنتخب السعودي بعد آخر مشاركة له بالبطولة منذ عام 2006. بالتأكيد فوز الأخضر كان له صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرف عليه من خلال التقرير التالي. من اللقطات الملفتة أيضا في مباراة الأمس بين السعودية واليابان أن جمهور المنتخب الياباني فاجأ الجميع برفع المخلفات الناتجة عنهم عقب انتهاء المباراة، وحققت هذه الصورة انتشارا كبيرا على تويتر. الحقيقة أن البعض وجد هذا الفعل رد فعل طبيعي جدا لما فعله الجمهور السعودي بعد أن قرر تنظيف المدرجات عقب انتهاء المباراة السابقة التي أقيمت باليابان. كما انتشرت على السوشيال ميديا أيضا التهاني بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، ومن أجمل هذه التهاني تهنئة الفنان الكبير محمد عبده الذي اعتبر أن هذا التأهل هو أكبر إنجاز لعام 2017. فماذا قال محمد عبده للمنتخب؟
وين ما يروح الاخضر انا وياه، بيض الوجه وما قصر ربي يرعاه. مبروك يا سعودي، مبروك مبروك مبروك. تواجدنا في كأس العالم أهم إنجاز من إنجازات هذا العام 2017. حقيقة بيضت بالوجه، وإحنا مبسوطين الليلة وسعيدين جدا 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 مع الشعب السعودي والعربي كله، بيضت وجه العرب كله. وكان لمصر نصيب أيضا من الفرحة في المباراة الثانية بين المنتخب المصري ونظيره الأوغندي، وبهذه المباراة وضع المنتخب المصري قدمه على سلم التأهل لكأس العالم روسيا 2018 بعد آخر تأهل لهم عام 1990. ردود فعل السوشيال ميديا تباينت بين أداء سخط على الأداء الغير مرضي من ناحية من قبل اللاعبين، وبين الاحتفال بالفوز من ناحية أخرى، وانطلقت العديد من الهاشتاجز مثل هاشتاج روسيا 18 حلم 90 مليون، وأيضا هاشتاج محمد صلاح. في التقرير التالي نستعرض ردود الفعل على تويتر، وأيضا تغريدات السفارة الألمانية بمصر التي قدمت شكرا خاصا للاعب محمد صلاح. علم قطر أغنية تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات قليلة من نشرها. تم تداول الأغنية بشكل واسع منذ الأمس. هذه الأغنية تستنكر سياسات الدوحة في المنطقة العربية، كتب كلماتها الشاعر تركي آل الشيخ، وهي من ألحان رابح صقر. غناها كل من محمد عبدو، عبد المجيد عبد الله، رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل بوبكر ووليد الشامي. ما رأيكم أن نستمع لجزء من أغنية علم قطر؟ ضجة كبيرة تسببت فيها هذه الأغنية في الوطن العربي، ببساطة لأنها أول أغنية سياسية خليجية. أصداؤها كانت أكبر في قطر، وكانت سبباً في غضب كبير هناك. لهذا استضافت القناة الإخبارية القطرية الفنان علي عبد الستار للتعليق على الأمر، إلا أن اللقاء كان مفاجأة. مذيع القناة سأل المطرب القطري: أشهر أغنية لك يا علي، يا ناس أحبها وأحب أسمع سواليفها، هل أنت ما زلت تحبهم وتحب تسمع سواليفهم برغم كل ما يحدث، قاصدا بها السعودية؟ فرد عبد الستار بمنتهى الوضوح: شاءوا أم لم يشاءوا، هذولا من دمنا ولحمنا وفي تقارب بيننا، وأهالينا منسبينهم وكل شيء. فقرر المذيع أن يخرج من هذا المزق، فسأل عبد الستار سؤالا آخر: بعد قليل هناك مباراة في تصفيات كأس العالم بين اليابان والسعودية، من يشجع علي عبد الستار؟ فرد الفنان المخضرم: اليابان والسعودية، طبعا أنا بكل صدق أقول لك أشجع السعودية. ردود أفعال كبيرة تبعت هذا اللقاء على السوشيال ميديا،
كان من أبرزها لكتاب ومثقفين سعوديين، وعلق منهم الأديب تركي الحمد على حسابه على تويتر قائلا: تحية وتقدير للفنان علي عبد الستار الذي لم ينسى أهل الخليج شعب واحد رغم أعاصير السياسة. علي عبد الستار، أحبك وأحب أسمع سواليفك. الشاعر فهد عافت وجه رسالة قال فيها على تويتر أيضا: علي عبد الستار، والله إنك أخجلتنا، الله يسعدك، هذا هو القطري، نعم أهل قطر في القلب وفي العين وعلى الرأس، وأهلنا وأحبتنا. وفي نفس السياق أيضا غرد الكاتب خلف الحربي قائلا: نجوم الليلة، فهد المولد، نواف العابد، وعلي عبد الستار. بعد نجاح عمليات فجر الجرود في لبنان لمحاربة الإرهاب، قرر سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني اعتبار يوم الجمعة المقبل 8 سبتمبر حدادا وطنيا على أرواح شهداء الجيش في معركة فجر الجرود. كما تقرر إغلاق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ونشر هذا الأمر في تغريدة على حسابه الخاص بتويتر. مستمرون معكم في شير، وبعد الفاصل نستعرض إجاباتكم على سؤال اليوم، والذي يقول: لماذا إعلانات التلفاز القديمة ما زالت محفورة في ذاكرتنا حتى الآن؟ وفي شير أيضا نتعرف على صاحبة أشهر صوت في دعايات التلفزيون المصري، انتظرونا في شير بعد قليل. أهلا بكم من جديد في شير. سؤالنا اليوم يقول: لماذا إعلانات التلفاز القديمة ما زالت محفورة في ذاكرتنا حتى الآن؟ بما أننا في عصر التكنولوجيا، كان طبيعي جدا أن يظهر نوع جديد من الإعلانات، وهي الإعلانات الرقمية. ووفقا لتقرير BWC العالمية للترفيه ووسائل الإعلان، فالإعلام الرقمي في المنطقة العربية يسجل معدلات نمو سنوية تتراوح بين 15 و20%. فجاء في التقرير أن معدل الإنفاق في دولة الإمارات على الإعلام الرقمي وصل إلى 215 مليون دولار أمريكي في عام 2015، ومن المتوقع أن يصل قيمة الصرف إلى 517 مليون دولار أمريكي في عام 2020. في السعودية وصل معدل الإنفاق عام 2015 على الإعلان الرقمي إلى 73 مليون دولار أمريكي، ويتوقع التقرير أن يصل معدل الإنفاق عام 2020 إلى 356 مليون دولار أمريكي. شهدت فترة التسعينيات ازدهاراً كبيراً في مجال الإعلانات في مصر، إذ ارتبط بها الجمهور وتأصلت في وجدان كثير من أبناء هذا الجيل، وأيضاً جيل الثمانينيات. ضيفتنا اليوم هي مفاجأة لأبناء هذا الجيل، ندعوكم لنتعرف عليها من خلال الفيديو التالي. في ناس بتبقى عارف صوتهم بس مش عارف هم مين، وأكيد مش عارف اسمهم. أنا بعتبر نفسي واحدة من دول. أنا اسمي نيفين محمود، غنيت إعلانات كتيرة جدا، ممكن تبقى عارف صوتي لكن مش عارف شكلي إيه. والحقيقة كمان إن الألطف بقى إن أنا ساعة لما جيت اخترت شغلانة، اخترت إن أنا أبقى مذيعة بس في الراديو. غنيت لحاجات كتير، أي حاجة غير البني أدمين يعني. من الآخر غنيت لسمنة، زبدة، زيت، زبادي، لبن، مربى، حلاوة، كومباوندز، شبكات محمول. أنا بتكلم عمرك هتحب حد
حاجة في الإعلانات إن أنت بتطلب منك طلبات غريبة جدا مش ممكن تتخيلها. يعني مثلا حد يطلب منك إن أنت تبقى مبسوط جدا وأنت في أتعس حالاتك مثلا، وتبقى مبسوط بس تبقى هادي. أنا عايز أحس بالضحكة في صوتك، عايز أحس إن أنت مثلا مترددة، حاجات كتيرة جدا. يعني أنا اتعلمت فعلا إن أنا أنقل أحاسيس أولا أنا مانيش حساها، وحاجات مش مقتنعة بيها، وكل ده في الآخر عشان أغني لزبادي. معنا الآن عبر سكايب من مصر نيفين محمود، بطلة الإعلانات المصرية. أهلا بك نيفين، سعداء بك معنا في شير. أنا مبسوطة بيكو أكثر، ميرسي جدا على الفرصة الجميلة دي. نحن نشكرك أكثر لوجودك معنا اليوم، كل عام وأنت بخير نيفين. وأنت طيبة، ميرسي جدا، كل سنة وأنت طيبة وكل وطن العربي بخير. يا رب آمين. نيفين، ما هو شعورك وأنت أصبحت جزء من وجدان جيل بأكمله، ربما جيلين يعني الثمانينات والتسعينات؟ بص، هي جملة مخيفة جدا بصراحة، فكرة ان يبقى في جيل او اجيال. الجملة دي بالنسبة لي بحس ان انا كبيرة مثلا او حاجة، في حين ان انا اوريدي انا ابتديت صغيرة جدا وانا بغني في الاعلانات من قبل حتى ما ادخل الكلية. فانا نفسي كبرت مع الاعلانات، يعني كبرت في وسط الاغاني الشقية، الاغاني اللي كلها حاجات لذيذة فيها فرحة وسعادة وتعبير، فيها منتجات طبعا عالم الكوميرشال بقى كله. لكن بصراحة لولا الإعلانات كان في حاجات كتيرة جدا في حياتي ما اتحققتش النهاردة. طيب الحمد لله انك حققتي الحاجات الحلوة في حياتك. نيفين، الفيديو اللي عرضناه قبل شوية انا شاهدته، هو انتشر بشكل كبير جدا على فيسبوك، فكيف جاءتك ردود الفعل بعد انتشار هذا الفيديو؟ بصي، انا عايزه اقول لك ان انا اول واحده اتصدمت في الموضوع. يعني عايزه اقول لك ان انا عملت الفيديو وما كنتش عارفه خالص ايه رد الفعل الناس. انا كنت بغني وبس، يعني ما كنتش مهتمه ان انا اقول انا غنيت ايه ولا غنيت كام اعلان ولا عمري عديتهم ولا اي حاجه. لكن انا شفت، يعني الحقيقه مش انا كمان صاحبه الفكره، انما صاحب الفكره هو ريتشارد الحاج، شاف ان احنا علشان انا هنزل اغنيه قريب، فشاف ان علشان الناس تربط صوتي في الاعلانات بالصوت اللي هيسمعوه في الاغنيه اللي جايه لازم نعمل الفيديو ده عشان الناس تعرف الاعلانات كان مين بيغنيها. فانا كنت اول واحده زي ما بقول لك اتخضيت بردود الافعال، كانت ردود افعال حلوه جدا يعني الحمد لله. الناس لقيتها حافظه اعلانات كتيره جدا جدا وعارفاها، وكانت مهتمه بانها تعرف مين الصوت اللي ورا الاعلانات، وانا ما كنتش متخيله الناس انترستد ان هي تعرف. ناس كتيره بقى ابتدت ايه تقر بقى وتقول يا دي تلاقيكي عايشه بقى في قصر كبير، واللي قال نايمه على مخده من ريش نعام وحاجات كتيره جدا، واللي قاعد يقول لي ده انت اكيد عندك 50 سنه وكلام كتير، فاهمه؟ انما كانت كلها في المجمل ردود افعال حلوه جدا، وانا بالنسبه لي اتبسطت جدا بيها. يعني هي كانت رائعة، مفاجأة جميلة، كما قلت يعني كثيرين ارتبطوا بصوت نيفين محمود دون أن يعرفوا من هي أو لم يروا صورتها من قبل، فخروجك بالصورة كان وهي فكرة جيدة وفكرة أجمل، هي ترويج لأغنيتك القادمة. نيفين، هل أغنيتك القادمة ستطلقيها على السوشيال ميديا على الإنترنت أم ستخرج في شكل التقليدي في سي دي؟ والله دلوقتي في طرق كتير قوي علشان تنشري بيها المنتج بتاعك، سواء كان أغنية أو منتج فعلا ممكن تكوني طرحاه للبيع في السوق. فدلوقتي الأغاني كمان بتنافس بنفس الطريقة، يعني السي دي دلوقتي بقى قليل جدا لما الناس تشتري سي دي. فأنا هنزل أغنية إن شاء الله في الإذاعات، هنعمل لها كليب هتنزل برضو في التي في، لكن كمان بشكل كبير جدا هنعتمد على السوشيال ميديا، لان الناس دلوقتي التلفزيون بتاعهم بقى على الموبايل، وبيسمعوا الراديو برضو على الموبايل، فالسوشيال ميديا بقت حاجه مهمه جدا جدا في حياتنا، فاكيد هيبقى الاعتماد كبير عليها في حكايه الاغنيه. يعني بتمنى لك التوفيق طبعا نيفين. هذه الاغنيه هي سبب ظهورك للملايين وكشفك عن شخصيتك الحقيقيه، هل ممكن ان نسمع ولا جزء صغير من الاغنيه الجديده؟ الاغنيه اوريدي احنا حاطين جزء صغير منها في الاخر، هي اسمها عايزه هديه، وهي اغنيه انا عن نفسي عبرت عن نفسي في الاغنيه دي، وحاولت ان انا اعبر عن شعور كل بنت وكل ست سواء في مصر او في اي حته في العالم. يعني واقدر يعني ابقى متاكده وانا بقول لك في العالم، كل واحده مننا تبقى عايزه هديه، عايزه حاجات تبسطها، عايزه تسافر، عايزه ورد، عايزه حاجات كتيره قوي اتكلمت فيها في الاغنيه.
فيا رب يعني الناس تعجبهم الاغنيه ان شاء الله. ان شاء الله وتعجبك انت كمان ان شاء الله. شكرا نيفين. نيفين بما انك نجمه اعلانات مصريه نريد ان نشاركك معنا في موضوع الحلقه. سؤالنا اليوم يقول: لماذا الاعلانات القديمه ما زالت مؤثره وما زالت تحيا في ذاكرتنا حتى الان؟ السؤال بسيط قوي. اي حاجه بتخاطب الروح على طول بتنجح وبتوصل وعمرها ما بتتنسي. مع الاسف ان الاعلانات زمان كانت ببراءتها وسذاجتها كانت بتتكلم او بتعبر عن فيها مزيكا، فيها اغنيه حلوه، سواء كانت اغنيه معروفه وبنمصرها او بنعربها او اغنيه بلحن جديد وبتتعمل في شكل فعلا اغنيه للاعلانات. دلوقتي كل ما التكنولوجي بتتطور وكل ما العقول بتبتدي ان هي تنضج ويبقى في منافسه بين المنتجات وبين الافكار، كل ما بتحتاجي تخضي العقل، واول ما بتبتدي تخضي العقل بتبتدي لغه الروح بتقل. فممكن تبتدي توصلي للمستمع او المشاهد بالسعر او بالفكره او بالمنافسه او تديله مثلا شعور بالقوه ان هو رقم واحد لو اشترى المنتج ده. لكن زمان كان الاغنيه والتاثير بالاحاسيس هي اللي كانت معتمدين عليها بشكل كبير جدا في الاغاني. فعشان كده انا شايفه ان ده السبب الرئيسي ان الناس لغايه دلوقتي فاكره الاغاني الجميله اللي كانوا بيحفظوها، كانوا سهل ان هم يحفظوها ويغنوها بعد كده. صحيح. انا سعيده جدا بك نيفين محمود انك كنت ضايفه معنا في شير. بتمنى لك كل التوفيق، كل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيبه، وبشكرك جدا جدا مره ثانيه على الفرصه الجميله دي. وصلنا الان للدردشه واجاباتكم على سؤال اليوم. سؤالنا يقول: لماذا إعلانات التلفزيون القديمة ما زالت محفورة في ذاكرتنا حتى الآن؟ نبدأ بتعليق سامي السيد على فيسبوك. سامي قال: ما تنسوش يا جماعة أن احنا أحفاد الفراعنة، وأي حاجة قديمة بالنسبة لنا أثر، وهذه الإعلانات بتذكرنا بالماضي الجميل. فهد العبدالله علق: أعتقد لأنها مرتبطة بطفولتنا، لذلك عند مشاهدتها تعيد لنا تلك الذكريات. بسيمة خضر قالت إنها بتفكرنا بأجمل أيام عمرنا، أيام ما كان الناس كلها بتحب الخير لبعض. آخر تعليق من أم حبيبة التي قالت: إحنا جيل الروائع دي. وعلى تويتر طرحنا سؤال التصويت: أي من إعلانات التلفاز تفضل؟ الاختيارات جاءت ما بين الإعلانات أو الدعايات القديمة أم الجديدة، ونتيجة التصويت جاءت كالتالي: 33% قالوا أنهم يفضلون الإعلانات القديمة، في حين أن النسبة الأكبر وهي 67% قالوا أنهم يفضلون الإعلانات الجديدة. هكذا نكون وصلنا لختام مشوارنا معكم، بانتظار مشاركاتكم معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم الخاص بالبرنامج. شاهدونا أيضا على قناة الغد باليوتيوب، وتواصلوا معنا على هاشتاغ شير الغد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من شير.